بسلسلة التطورات في مصر، هاجم مسلحون مجهولون جامعة المنصورة، ما أدى إلى مقتل 3 من عناصر الأمن. مصادر أمنية أوضحت أن عناصر الشرطة قتلوا بعدما أطلق مسلحون مجهولون النار على حاجز أمني بالقرب من الجامعة. ووفقا لتقارير إعلامية، أظهرت تحريات المباحث أن مرتكبي الحادث كانوا يستقلون دراجتين ناريتين وصوبوا نيران أسلحتهم الآلية إلى أفراد الحاجز قبل أن يفروا هاربين. على الطرف الآخر، نظمت حركة نريد السيسي رئيسا مؤتمرا شعبيا في حي شبرا بالقاهرة لترشيح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي لرئاسة البلاد. مؤسس الحركة أعلن أن عشرات الآلاف حضروا مؤتمر الحركة للإعراب عن تأييدهم لهذا التكليف عمليا وليس من واقع التوقيع على الاستمارات فقط. في السياق نفسه، أعلن مؤسس حملة كمل جميلك رفاعي نصر الله الداعمة لترشيح وزير الدفاع المصري في انتخابات الرئاسة المقبلة أن الحملة جمعت 15 مليون توقيعا لدعم ترشيح السيسي. في ظل الأزمة التي تشهدها مصر، ترى هل ستخرج من هذا المنعطف الذي بدأ وكأنه يفصل جسد الشعب المصري عن روحه إلى بر الأمان، أم أن الوضع سيزداد سوءاً؟